لا كيف انت ابراهيم اعتبر حالك ضابط مخابرات اذا ما بتعرف اخوك شو عم يشتغل؟ اخي وابنك سيدي. لك حيوانات! انا ما جاي لهون حتى تبهدلني سيدي، انا جاي لهون حتى اقول لك شو صار. روح من وجهي. شو قررت؟ انقلع! خلي اخوك يجي لعندي على الفيلا وبعدها بده يختفي، احسن ما اخفي عن وش الارض. روح! الو فارس، انت طلعت ولا لساتك بالبيت؟ ايه لا تطلع، اطلع، انا جاي بدي اشوفك يا حبيبي، جاي جاي.